شايفين القمر ده هيخلي جسمك قشطة قشطة، بياض ايه، تنوير ايه، هيوحد لون البشرة، هيرجعك بيبي صغير، تنعيم ايه، بجد رهيبة قوي، بجد حلوة قوي يا بنات. بتفتح، بتوحد لون البشرة، كمان بتشيل الاسمرار او الغمقان اللي بيبقى تحت الابطين بين الفخاد، اي اسمرار عندك حتى لو في الوجه، البشرة بتخلي كده الجسم قشطة قشطة بجد فلة. بصوا طبعا لو انت بقى عندك غمقان من المصيف، غمقان من الشمس، بتوحد لون الجسم كده وبيخليكي اكنك لسه مولوده. حلوه قوي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. هنا معايا صابونه، اي نوع صابون انت بتحبي تستخدميه، انا بحب استخدم دوف عشان بيبقى فيها نسبه كريم مرطب، وهبدا ان انا ابشر حوالي 3 معالق صغيرين من الصابون. فانا هنا هبشر الصابون. يا بنات بيفتح البشره، كمان بيوحد لون البشره، بيدي للجسم ريحه حلوه، بينظف البشره بعمق. فهنا انا هبشر 3 معالق وبعد كده هرجع. هنا بشرت حوالي 3 معالق زي ما احنا شايفين، عايزاهم مبشورين ناعم كده يا بنات، تمام. الحبيبات بتاعتها تبقى رفيعه علشان تدوب معاكي في الوصفه. هنا بشرت 3 معالق، تمام. هنا بقى هجيب معايا كوبايه فاضيه وهبدا احط عليها معلقتين من الحليب البودر، وممكن تستخدمي الحليب السايل عادي، يعني تستخدمي كوبايه حليب سايل عادي براحتك، بس انا هنا حبيت احط الحليب البودر عشان الوصفة اقدر احتفظ بيها في التلاجة ان شاء الله 15 يوم، فهي تقعد معايا في التلاجة. انما لو حطيت الحليب السايل الوصفة مش هتقعد معاك اكتر من 3 ايام. فهنا انا حطيت مية سخنة على معلقتين من الحليب البودر وهبدأ ان انا اقلبهم لحد ما ادوب الحليب تماما، تمام. هنا بقى هبدأ احط الصابون المبشور بتاعي 3 معالق وهي سخنة، تمام. اهم حاجة وهي سخنة علشان هندوب الصابون تماما، فانا هنزل كده حوالي 3 معالق الصابون بتوعي. هنا انا ضفت الصابون في الحليب وهبدأ ان انا اقلبهم كويس اوي لحد ما اتأكد ان الصابون داب معايا تماما. هنا اقلبيهم بقى كويس، كل ما هتقلبي كل ما هتحسي ان الحليب ده تقل معاكي كده. مهم قوي ان انت تقلبي كويس زي ما انت شايفه كده. بصوا انا بقلب بسرعه علشان خاطر الفيديو، كمان علشان تشوفي ان انا بقلب كويس قوي. هنا بقى هضيف معايا معلقه من النشا او الكورن فلاور، معلقه كده من النشا او الكورن فلاور بس تكون مليانه. انا حطيت معلقه كده وحبه صغيره، يعني معلقه ونص مثلا من النشا او الكورن فلاور. زي ما قلت لكم النشا او الكورن فلاور في الوصفات عموما يا بنات من الحاجات القويه اللي بتفتح، بتوحد لون البشره، بتمتص الدهون اللي في البشره، وبتخلي البشره مش مزيده ولا مدهنه. هنا قلبتهم كويس قوي، بصوا تقل معايا الوصفه ازاي، شايفين. هبدأ بقى اجيب على النار احط الخلطة بتاعتي او الوصفة بتاعتي، تمام. انا فضيتها كده على النار، هبدأ بقى اقلب فيها لحد ما تبدأ تتقل معايا، وايديكي فيها دايما، ما تحاوليش ان انت تسيبيها على النار من غير ما تقلبيها عشان ما تلزقش في البتاعة من تحت او انها تبقى محروقة، لازم تقلبيها كده وتبقى قدام عينيكي. انا هنا حاولي دايما كده ايديكي فيها زي ما قلتلك، ما تشيليش ايديك من على النار. انا هنا هفضل اقلب فيها لحد ما تتقل، وعايزه اوريك القوام برضو عشان تقدري شايفه ان انت هتشيلها ازاي. بصوا انا هنا سايباها تغلي بس ايديا فيها دايما، ما شلتهاش لحد ما الصابون والنشا دابوا معايا تماما وتقلت الخلطه معايا وشلتها بعد كده من على النار. ده القوام بتاعها يا بنات، عشان انا حبيت اوريكم اللحظه بلحظتها علشان الناس تشوف القوام بتاعها وصل لفين. هي تقلت معايا خالص وده المطلوب. هنا هحتاج معايا واحده من اي جبنه مثلثات اي نوع،
فايدة الجبنة لأنها فعلا غنية بالفيتامين وكمان مفتحة جدا وبتبيض البشرة بطريقة غير طبيعية. فأنا هحط كده مكعب من الجبنة المثلثات، تمام، وهبدأ ان انا اقلبها كويس لحد ما تدوب معايا. يفضل بقى ان انت تقعدي تقلبي فيها كده وهي سخنة علشان تدوب معاكي او تسيح معاكي، تمام. هنا انا بحاول ان انا اقلبها لحد ما تدوب معايا وبقلب جامد قبل ما تبرد، تمام كده. الخلطة ممكن نعملها لبشرتنا وممكن نعملها لجسمنا، نعملها في اي مكان، تحت الابطين، بين الفخاد، اي مكان انت حابة تستخدمي فيه الوصفة. الوصفة دي امنة جدا وسهلة وما فيهاش اي حاجة، احنا مش حاطين اي حاجة الا حاجات بسيطة جدا جدا تقدري ان انت تستخدميها. شايفين انا هنا بحاول اشوف الجبنة دابت معايا ولا لا، وكل ما احس انها مش دايبة بحاول ان انا اهرسها كده وادوبها، تمام كده، لحد ما احس ان الدنيا بقت معايا تمام. وهبدأ ان انا احطها في برطمان. بصوا هنا بقت معايا فلة، جبت برطمان بقى. البرطمان ده انا بحب املاه وبحتفظ بيه في التلاجة، وكل شاور بطلعه وابدأ ان انا استخدمه على جسمي كله واسيبها من ربع ساعة لنص ساعة بشرتي تتشربها وتنشف على البشرة. ببدأ اجيب معايا اي ليفة، لو ليفة مغربية يبقى افضل بكتير، وببدأ ان انا افرك بيها كل جسمي قبل ما انزل تحت الدش. ببدأ افرك بيها كل جسمي بالليفة المغربية او اي نوع ليفة بقى المتاح عندك، وتفرجي على الحلاوة، بجد حلوة قوي قوي، وهتخلي جسمك كده بيبرق. عايزة اقولك بيخلي ريحة الجسم حلوة، بينظف الجسم جدا جدا جدا، بيوحد لون الجسم كمان. عايزة اقولك ان الخلطة دي بتقعد معاكي من اسبوع ل15 يوم، انت تقدري تستخدميها يوم او يوم لا، بجد حلوه قوي، فرصه قوي ان انت تستخدميها في الصيف يوم او يوم لا قبل ما الشتاء يجي، وتفرجي بقى على الجمال على دخول الشتاء. بجد هتلاقي جسمك ابيض زي القشطه، مش هتقدري اصلا تبطليها لانها حلوه قوي. بصوا نعومتها يا بنات، لو حطيتيها في التلاجة وحسيتي انها تقلت منك شويه، بشوية مية صغيرة وابدأي خففيها واستخدميها، حلوة جدا جدا بصراحة، ما فيش احلى من كده، ناعمة ومدية للجسم ريحة حلوة قوي. شايفين قوامها، انا هغسل ايدي دلوقتي وهاجي اوريكم النتيجة رهيبة. بصوا والله العظيم يا بنات تحفة. اللي ما عملش لايك يعمل لي لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك مني كل جديد ويوصلك اشعاره. بصوا تحفة، تعالوا بقى اغسل ايدي وارجع لكم. بصوا والله يا بنات قشطه قشطه، بتوحد لون البشره، بتخلي بشرتك حلوه، ما فيهاش لمعه خالص، اللمعه ما فيش كده، ليه مط، تحفه جدا. يا رب تكون عجبتكم، لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس.